أيضا بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصرية. دكتور أنا برحب بحضرتك، أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. دكتور أحمد، إيه تفسير حضراتكم لهذه النسبة والتي توصف بنسبة المشاركة التي فاقت التوقعات في الاستحقاق الرئاسي مصر 2024؟ هو دايما أي رهان على الشعب المصري، على وعي الشعب المصري، دايما الشعب المصري بيكسب الرهان. المرة دي احنا راهنا في الانتخابات على وعي الشعب المصري وعلى قوة الشعب المصري في نزول الانتخابات، والحمد لله كسبنا الرهان والشعب المصري كسب الرهان. الشعب المصري المرة دي هو نازل يختار، مش نازل يختار رئيس بس، ده نازل يختار مستقبل ليه ولولاده. نازل يسطر ويحط قواعد لدولة مصرية وجمهورية جديدة. الشعب المصري بكل أطيافه، كان شباب كان شيوخ كانت مرأة، وده اللي كان اللي احنا شايفينه النهارده في الانتخابات في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، ان كل اطياف الشعب نزلت وقالت كلمتها، كل اطياف الشعب المصري فعلا نزلت ونازله بقوة عشان تختار رئيس لجمهورية جديدة في الفترة القادمة، تختار مستقبل ليها ولولادها. وده كان اقوى رهان، ودايما الرهان على الشعب المصري، الشعب المصري كسبان فيه على مدار التاريخ. يمكن يا دكتور في بعض الظواهر الإيجابية، أنه طبعا بيسبق أي استحقاق انتخابي بعض التكهنات والقراءات، ويمكن من الظواهر الإيجابية نزول الشباب بأعداد في مشاهدات يعني بنسب عالية جدا، وهو أمر إيجابي جدا. وأيضا كان في بعض التكهنات التي أو مخاوف من عدم نزول المرأة نظرا للأوضاع الاقتصادية، وأنها ربما تكون الأكثر تأثرا، لأنه عادة ستاتهم بيشتروا الحاجة يعني بشكل أو بآخر، ولكن المرأة المصرية كعادتها موجودة بوعي كامل في اللجان الانتخابية وفي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024. كيف تتابعون هذه الظواهر للمشاركات في اللجان؟ زي ما حضرتك ذكرتي، فعلا مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الدستوري واضحة، ومشاركتهم حتى بالتنظيم والمسابقة على صندوق الانتخابات كانت واضحة، على خلاف أي كانت توقعات سلبية بعد مشاركة الشباب. الشباب المرة دي فعلا أثبت أن هو شباب مصري وطني. المواقف اللي أثبتها الشباب امبارح والنهاردة مواقف تاريخية تكتب في تاريخ مصر. وطبعا عظيمات مصر وسيدات مصر على مدار العهود، احنا دايما سيدات مصر يعتبروا جنود ورجال في أي استحقاق دستوري وأي هدف لخاطر الدولة المصرية تحققه مهما اختلفت الظروف الاقتصادية. المرأة المصرية كانت واعية، كانت عارفة المخاطر اللي بتحيط بيها وبأسرتها وببيتها، عشان كده وهي نازلة النهاردة وامبارح نازلة تختار زي ما قلت لحضرتك مستقبل لأولادها ولبيتها. المرأة المصرية 50% من المجتمع وزي ما بنقول، وترعى ال 50% الآخر من المجتمع. المرأة المصرية مرأة واعية، المرأة المصرية فعلا ذكية، عارفة امتى تنزل وامتى تدافع عن بيتها وعن اسرتها. وجود المراه المصريه ووجود الشباب المصري ووجود الرجال على في طوابير، فعلا طوابير واحتشاد امام صندوق الانتخاب وامام اللجان الانتخابيه، زي ما قلت لحضرتك وعي الشعب المصري، وعي الشعب المصري من اهم الحاجات، وهذه وعي الشعب المصري فعلا هو نقطه انطلاق لجمهوريه جديده. خليني طب اسال حضرتك يا دكتور عن رؤيتكم لدور الاحزاب في هذا الاستحقاق الانتخابي على الارض. الاحزاب من قبل الانتخابات وهي فعلا عامله رواج وحاله سياسيه، الحاله السياسيه مهمه جدا، التوعيه السياسيه كان دور مهم جدا للاحزاب. معظم الاحزاب، وانا افخر ان انا اكون واحد من الاحزاب اللي هي لفت 27 محافظه، مش عشان خاطر انتخابات الرئيس السيسي، لا، عشان خاطر فعلا نعمل وعي للناس ونقول للناس احنا داخلين على استحقاق دستوري مهم، لازم ننزل ولازم نقول في استحقاق بعده برضه البرلمان يا دكتور، فيعني الحقيقه انه هذه فتره مليئه. أهم استحقاق دستوري إن إحنا بنختار قائد للوطن، إن إحنا بنبني وطن. في الاستحقاق الانتخابات البرلمانية إحنا ممكن الأحزاب تتنافس مع بعض، إن في هذا الاستحقاق الدستوري فعلا الأحزاب كلها تكاتفت مع بعض وحصل نوع من التكامل، ما كانش في أي منافسة، كلنا كنا بنكمل بعض وبنتكامل عشان نختار وطن. إحنا النهاردة بنختار وطن، بنختار جمهورية جديدة، بنختار مستقبل. اي استحقاق دستوري اخر ممكن يبقى فيه تنافس، انما هذا الاستحقاق هو انا شايفه انه كل الاحزاب
اهم استحقاق دستوري يهم الدوله المصريه. احنا بنختار رئيس لجمهوريه عظيمه، جمهوريه مصر العربيه، لمده 6 سنين قادمه. بنختار مستقبل لينا ولاولادنا، بنختار حياه سياسيه، بنختار حياه اقتصاديه، بنعمل خريطه.